المحافظة اللي عمرو ما شاف المحافظة اللي تبنات في 1996 ها هي الخرائط الطبوغرافية المديرية ديال اتصالات المغرب هي المديرية الكبيرة ديال اتصالات المغرب في العريش البريد ديال الوفاء السيكوريتي عزيز ها هو وراه عزيز فعلا البريد ديال الوفاء كاين جوج ديال البريد في العريش من هنا كيبدا حي الوفاء هذا مهرس مسكين وقيل شو مسجد الوفاء وفاء لأصحابه شكرا للناس اللي كانوا وراء البناء ديالو مسجد كبير وعظيم محافظة على البيئة من أولوياتنا هالكليبات عاوتاني باش نقول لكم اخوتي العريش كتجبر الاخر جار كلب الاخرى جار كلب الاخر غادي البحر بجوج كلاب لا اله الا الله وكيخلعوا كيخلعوا اخوتي والله الا كيخلعوا انا كنت حدا ديك البرج ديال الفتح واحد نطلع واحد الكلب من ديك الدروج اللي كيطلعوا للبوينتي واحد الساعة واحد البنت مسكينة غوتت غوتها سروا علينا كلابكم الله يهديكم ماشي كلب دريويش وطريف كتجبرو داير كي الغول سلامة يا ربي تحية للحباب تحية للصحاب تحية لخوتنا خارج أرض الوطن تحية لهم على الدعم ديالهم وتحية للحباب داخل أرض الوطن داخل عريش الحبيبة جوهرة الشمال تحية لكم من أعماق القلب أشكركم على المتابعة على المواظبة تلاقيت السي ادريس دابا هو اللي وقفني السي ادريس المدير ديال وكالة البريد ديال الوفاء سابقا مدير ديال وكالة البريد تحياتي السي ادريس وجا موراه السي عبد الاله وجا موراه واحد السيد سميتو محمد والله ما عرف كنيتو ودابا كاينه واحد الاخت الله يعاونها هي المديره في بريد الوفاء الله يعاونهم والتحية السي ادريس قال لي راك دزتي من حدا داري وخليتيها عيب عليك قلت له باش عرفت دارك السي ادريس الله يهديك قال لي راه في التجزئة اللي دزتي من حداها وقلبتي سروني وسعدني فادي يوم السعيد احييكم تحيتي اكسترن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من حي الوفاء حي المجد حي الرجال كنعرف فيه بعض الناس محترمين صراحة هذا الحي اللي عرفت هنيئة مؤخرا انتم كتلاحظوا ما شاء الله الضوء فيه ليلة نهار
النهار نضويه الله سبحانه وتعالى، وبالليل فيه الأضواء ما شاء الله. يا ريت لو كانت كل الأحياء مضوية بحال الوفاء وبحال تزيئة إسماعيل، كيطلع عليها الضوء بزاف في الليل. تحية احترام وتقدير للجميع، نحبكم في الله، نتمنى لقياكم في أحسن الأوقات. أسأل الله أن يحفظكم. وما تنسوش مرة مرة رجعوا للفيديوهات ديالنا، الله يجزيكم بخير. وصلني الصدى أنه بعض الأخوات وبعض الإخوان كيقولوا لي إحنا كنتسناو الفيديو دائما كنتظروا الفيديو ما شاء الله. والبعض كذلك يقول لك أنا كنشوف الفيديو وكنعاودو، ما كيشوف فيه بلادو، شيء طبيعي. اللي كتنقلو فاس غادي يرجع يشوف فاس، واللي كتنقلو القصر الكبير غادي يرجع يشوف القصر الكبير، يرجع للحنين للوطن، المدينة الأم. راه المدينة راه بحالها بحال الأم، راه ضروري الإنسان يرجع يحضنها. شكون كره من الناس ديال المهجر الجالية الغالية في الخارج، شكون كره دابا يكون جنب البحر، ولا دابا يكون كيتفرج في شي مهرجان ديال التسلية، مهرجان ثقافي، مهرجان ديني، مهرجان أي مهرجان. شكون كره يتجمع مع الأهل والأحباب، الجمعة 100%، ماشي ديك الجمعة ديال الهاتف ولا ديال الطريقة الإلكترونية، هذيك ما ديك واحد النسبة ضئيلة ديال الحب فيها ديال الوصال. ولكن اللي كتشوف الإنسان كترتاح له أكثر فأكثر. ربما غادي نخرجوا دابا من حي الوفاء، هذا شارع بوحنيني. الناس اللي كتبغي تسأل على مكتبة بوحنيني، مكتبة متعددة الوسائط اللي كتكون فيها المحاضرات وكتكون فيها، راه غير تنزل من هذا الشارع شي شوية كتجبرها على الشمال، تنزل من هذا الشارع شوية كتجبرها على الشمال ديالك. مكتبة متعددة التخصصات، مكتبة رائعة متميزة، فيها تجهيزات حضارية تقدر يعول عليها الإنسان، وفين ما كيطلبها الإنسان كيوجدها. ما كاينش داك التعقيدات من المجلس البلدي، الحمد لله. اللي كيطلبها كتعطى له كل تيسير، وهذا مشكور عليه المسؤولون كثير. تحياتي اللي كشي نصيب الله يعاونو، وكنتمناو النزاهة وكنتمناو المعقول وكنتمناو التيسير على المواطنين. راه ما زعما ما أسعده اللي كيخدم المواطنين، ما أسعده والله العظيم. راه واحد الأجر راه ما شاء الله، راه ما عنده حدود. كيخدم واحد المواطن، داك المواطن كيخرج وكيرتاح وكيقول الله يعمرها دار، الله يعمرها سلام. واني أخواتي تحياتي، نتمنوا نشوفكم بخير وعلى خير، نتمنوا نشوفكم في صحة جيدة، لا تشوبكم شائبة. ألف تحية وسلام من مدينة العرائش، مدينة السلام. الله ما عرفتش كيسميو هاد الساحة هادي، واش نقولو لها ساحة المغرب الجديد؟ الله أعلم، ما عندها حتى شي سمية. أنا بالعاني كنديكم بعض المناظر اللي كتجلب باش نحسسكم بهذه المدينة وياخذكم الحنين لها. ما أشوقكم إليها. تحية للجميع، تحية طيبة للإخوة والأخوات اللي كيعلقوا وما كيعيوش من التعليق، الله يحفظهم، الله يكرمهم، الله يسترهم. هما راه كيسمعوني الآن. انا كنعرف الفيديو اللي غادي يشوفوه وكنعرف الفيديو اللي ما غايشوفوهش كثير. نتمنى تشاركوا هذا الفيديو، نتمنى تبارطاجيوه.